بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مسالي هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، الشعوب العربية التي اكتوت بنيران ميليشيات إيران تنتفض اليوم، تنتفض في العراق وتنتفض في لبنان وتنتفض أيضا بالحرب الشاملة ضد الميليشيات الحوثية في اليمن. هذه الشعوب التي تأبى التطويع، هذه الشعوب التي تعتز بثورتها وقيمها وأخلاقها، نراها اليوم تتدفق كالسيول الجارفة في لبنان وكذلك في العراق. ثورة الشعب اللبناني وثورة الشعب العراقي أصبحت مضرب المثل، كيف ذهبت بكل الجهود التي قامت بها الميليشيات الإيرانية والجهود الإيرانية في المنطقة العربية أدراج الرياح، كيف تحدت كل الحواجز والستر التي وضعتها تلك الميليشيات عبر سنوات طويلة من تعزيز الطائفية، واجتمعوا كلهم تحت شعار واحد اسمه الوطن، وراية واحدة هي راية الوطن. شاهدناهم وهم يهتفون ويتجمعون، رأيناهم وهم يتقاطرون من كل مكان يصرخون في وجه الطائفية وميليشياتها وفي وجه الفساد المتغلغل، ويدعون إلى وحدة الصف وإلى إعلاء كلمة الوطن لتكون هي الجامعة لهم ولكل أبناء ذلك الوطن. شاهدناهم في العراق وشاهدناهم في لبنان، هي ثورة اليوم مضرب المثل، يسلط الإعلام كل يعني شاشاته وعدساته عليها، تستقي بقية الدول العربية منها الدروس والعبر، والشعب اليمني يراقبها عن كثب ويتشوق لانتفاضة شعبية عارمة في وجه الميليشيات. اليوم اليمنيون يقودون ثورتهم المسلحة ضد هذا التمدد الإيراني عبر ذراعه الحوثي في اليمن، والشعب أيضا ينتظر الخلاص من هذه الميليشيات في أقرب وأسرع وقت. لكن مهما حاولت الميليشيات ومهما عملت من أجل تطويع وتركيع وإذلال الشعب اليمني، إلا أن الشعب لا يزال حيا وسيواجههم بكل الوسائل. وما ثورة لبنان وثورة العراق عن ميليشيات إيران في العراق ولبنان ببعيد، الشعب انتفض منذ اليوم الأول بسلاحه ضد الميليشيات، وسينتفض أيضا ضد ميليشيات الحوثي في كل مكان في الوقت الذي يراه هو مناسبا. الشعب اليوم في اليمن يعول على الجيش الوطني ويعول على تقدماته، لكن في لحظة من اللحظات سيقول كلمته، وكلمة الشعب اليمني ستكون هي الفيصل. من روح ثورة لبنان ومن روح ثورة العراق الشعبية التي اجتمعت فيها كل فئات الشعب ومسمياتهم وتوحدت، نناقش ونسلط الضوء اليوم في حلقتنا من برنامج مستقبل وطن عن الشعوب العربية التي اكتوت بنيران ميليشيات إيران وانتفاضتها تحت مظلة الوطن. انتفاضة الشعوب العربية ضد مشاريع إيران وميليشياتها الإرهابية موضوع حديثنا وتغطيتنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. هذا الموضوع يسرني ويسعدني أن أناقشه هنا في الاستوديو مع ضيفي الإعلامي القدير القيادي في ثورة الشباب الشعبية ومستشار وزير الإعلام الأستاذ أحمد المسيبلي. أستاذ أحمد، أنا سعيد بك، أرحب بك أجمل وأحر ترحيب. حياك أستاذ مختار، وتحية لك على هذه الخطبة والكلام الرائع يعني، ويبدو أن البرنامج كمل يعني بكلماتك وبتفسيرك لما يحدث يعني، فالشكر لك، شكرا لكل زملائنا دائما في قناة سهيل وفي كل وسائل الإعلام اللي تواجه الصلف الإيراني داخل اليمن. دعنا بداية أخي مختار يعني نترحم على كل شهداء الثورات يعني في كل مكان، يعني ابتداء باليمن ومن ثم في تونس وأيضا هناك في العراق وفي لبنان وفي كل مكان في سوريا، كل أولئك الشهداء الذين ذهبوا ضحية وقدموا أرواحهم فداء من أجل أن ينتصر وتنتصر الشعوب. فإذا بإيران للأسف الشديد يعني تدخل من بوابة أخرى لتأتي بمشاريعها الإرهابية، ولكن الشعب لها بالمرصاد. نعم،
ما ذكرته هو فلاشات بلا شك ستثريها أستاذ أحمد، وستقدم أيضا لنا المزيد من تفاصيل، وسيكون أيضا معنا من كل من لبنان ومن أيضا العراق صحفيين ومشاركين في هذه الثورة، ينقلون لنا تجربة هذه الشعوب التي تستلهمها أيضا الشعوب العربية. سنذهب أولا لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس، ثم نبدأ نقاشنا مع الأستاذ أحمد المسيبلي القيادي في الثورة الشبابية الشعبية السلمية. أن تنتفض العراق ولبنان أمر لم تحسب حسابه إيران، فالعراق حرصت طهران وما تزال على إبقائه ممزقا بما في ذلك تعدد واجهات المجموعات الشيعية وميليشياتها المسلحة، تاركة خيط الجميع في يدها، ضامنة ألا يتحد الكل في وجهها. مخطط أوشك كل شيء فيه على الانهيار مع خروج الوضع عن سيطرة الميليشيا المؤتمرة بأوامر إيران، إذ خرجت المظاهرات العراقية مطلع هذا الشهر في أكثر من مكان، وكان لافتا استعلاء كثير من الشيعة على التدجين الطائفي وتمزيقهم لصور خامنئي وهتافاتهم لعراق حر ودولة مدنية. مع تصاعد الصوت العراقي وسماع العالم لمطالبه ورؤيته لمظاهراته، تحركت إيران عبر أذرعها قاطعة عن العراقيين كل وسائل التواصل، مطلقة ميليشياتها بكل وحشية لوأد الثورة العراقية، لتسجل الأيام الخمسة الأولى من الشهر الحالي 7,000 حالة قتل وإصابة، وهي وحشية لم تمنع عراقيين من التداعي للخروج في الجمعة المقبلة. لبنان لم تتأخر كثيرا، فالمظاهرات التي اندلعت بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة لم تلبث أن باتت موجة جديدة من موجات الثورة لجيل يريد أن يكون لبنانيا ويرفض أن يرفع غير العلم اللبناني في بلد يجاهر فيه زعيم أكبر ميليشيا تمتلك النصاب المعطل بأنه جندي تابع لخامنئي جملة وتفصيلا. ووفقا لمراقبين، فإن تظاهرات لبنان الحالية غير مسبوقة لكونها غير حزبية ومتوزعة على المناطق ومتخلصة من الشقاق المذهبي، وتنادي بإسقاط الفاسدين دون خضوع للفرز الطائفي. وإن كان المتشبعون بطائفية إيران يحسبون كل صيحة عليهم ويخافون أن العراق ولبنان اللتين كانتا مقدمة لمشروع إسقاط الأقطار العربية قد تصبحان مقدمة لمتوالية السقوط الإيرانية. شكرا للزميل فؤاد فارس معد هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو الإعلامي الأستاذ أحمد المسيبي القيري بالثورة الشبابية الشعبية السلمية. أستاذ أحمد أجدد الترحيب بك. من بغداد إلى طرابلس، ماذا قالت الشعوب؟ أولا طبعا من داخل العراق، وهذا مهم، من داخل العراق يسقط المشروع الإيراني. من أين؟ من داخل العراق، يعني من المكان اللي أصلا معتمدة على إيران أنه يكون البوابة الأولى لسيطرتها على المنطقة العربية. ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ ما هذا الوعي؟ هل هو وعي عند الجماهير أم ظلم عند الميليشيات الإيرانية؟ أنا قد أسميه ظلم ودكتاتورية وطغيان إيران في المنطقة، طغيان إيران داخل العراق، ظلم إيران داخل العراق، دكتاتورية إيران داخل العراق ولبنان واليمن، دكتاتورية إيران داخل البلدان العربية، مشاريع إيران الانقسامية، مشاريع إيران الإرهابية داخل المنطقة هي التي أيقظت الشعوب. تتحكم إيران في العراق، سيطرت على كل شيء. هذا هو المخطط الإرهابي الخطير لإيران داخل المنطقة العربية. أخي مختار، أرادوا أنه عندما تخرج الشعوب مثلا في العراق أو في لبنان أو حتى في اليمن ما يخطط له الحوثيون وإيران داخل المنطقة، أنه عندما تخرج الشعوب لا تستطيع أن تسقط أحد. لا يوجد شعار إسقاط النظام. من هو النظام الذي سيسقط؟ من سيسقط داخل العراق؟ من سيسقط داخل لبنان؟ رئيس الوزراء؟ رئيس الجمهورية؟ إيران متغلغلة في كل أركان لبنان، إيران سيطرت على كل مكان داخل لبنان،
إيران سيطرت عبر حزب الله داخل كل مكان، وعبر ميليشيات الحشد الشعبي داخل العراق، وعبر الحوثيين داخل اليمن. إذن هم يريدون أن يحولوا الدول هذه إلى ماذا؟ يحولونهم إلى سيطرة، إلى مسيطرين ودكتاتوريات يخدمون المشاريع الإيرانية على حساب الدماء العربية، على حساب الخير المصالح. نفس السيناريو ترى، ما في رواتب في لبنان، ما في رواتب في اليمن، تفجير وحرق ودكتاتورية وطغيان في لبنان والعراق، دكتاتورية وذا في اليمن. نفس المشهد تشوفه في الدول التي إيران مسيطرة عليها. إذن ما الذي حصل؟ الشعوب أيضا وعت، وهذه رسالة للذين ما زالوا يعني عادوا في البداية، مثلا لأهلنا في اليمن، هذا هو المشروع في مكانه، هذا هو المشروع الإيراني يسقط في العراق. إذن هذا بعد 20 و30 عام، عفوا وأقل من هذا يعني، وهي تتغلغل داخل العراق، وأيضا من 84 أو من قبل داخل لبنان يسقط. إذن هل هو سينجح في منطقة أخرى؟ إن رفض داخل تلك المناطق، إذا هو يرفض داخل العراق، ومن من؟ نسبة كبيرة جدا مع إيران برضو موجودة داخل العراق، أو حتى لنقول داخل حزب الله في لبنان. إذن المشروع هذا الإيراني مشروع الطغيان والديكتاتورية والعمائم السوداء والحوزات. يا أخي اكتشف في هذه الثورة العظيمة اللي أنا بحييه من على قناة سويل، الثورة العظيمة ثورة لبنان، هذه الثورة التي يفترض أن تخرج الشعوب العربية داعمة للثورة اللبنانية، ثورة عظيمة اليوم داخل لبنان. ليست ثورة ضد مسؤول معين، ليست ثورة كما يقولون ضد فساد، ليست ثورة ضد مش عارف مين، بل هي ثورة لاقتلاع جذور إيران. لأنه من المسيطر داخل لبنان وداخل العراق وداخل اليمن؟ هي إيران اللي مسيطرة، حزب الله تتحكم في كل شيء. وإن راح الحريري، وإن راح ميشيل عون، وإن راح عفوا أي مسؤول أو أي زعيم داخل لبنان أو العراق أو اليمن، سيظلون هؤلاء هم الذين يتحكمون برواتب الناس، بكهرباء الناس، بماء الناس، بقوة الناس، بمدارس الناس، بمستشفيات الناس. يا أهلنا في اليمن، وأنا بقولها من هنا، مشروع إيران يسقط داخل العراق، انتفض الشعب. اليوم الحوثيون لا ينامون، لأنه هذا المشروع الآن يسقط داخل بيئة الخصبة داخل العراق، وداخل بيئة الثانية الخصبة لبنان. نصر اللات، حزب اللات يخرج للجماهير اللبنانية العظيمة ليقول أنا من يسقط العهد، وأنا من يحافظ على العهد، وأنا إذن أنت المرجع الروحي للبنان. إذن ما قيمة رفيق الحريري؟ وما قيمة عفوا مش عارفين؟ وما قيمة الدولة؟ وما قيمة نحن في اليمن؟ ما قيمة رئيس وزراء؟ وما قيمة وزراء؟ وما قيمة رئيس جمهورية بيكون؟ وما قيمة أي أحد إذا بقى الحوثي هو المسيطر وإيران هي المسيطرة على العرب؟ اليوم الأرض بتتكلم عربي، اليوم الأرض بتتكلم عربي وتقول الله. كل الشعوب اليوم العربية الآن التي احتلتها إيران تنتفض، وإن أجهضت حتى الانتفاضات هذه، يكفي أن الأجيال أصبحت مدركة أن إيران هي الخطر الحقيقي على الأمة العربية. وأنا بدعو من على قناة سويل كل العرب وكل الزعماء في الخليج أن يدعموا هذه الثورات العربية التي تنطلق ضد إيران. ادعموها بكل قوتكم يا أهلنا في السعودية ويا أهلنا في الإمارات وفي الخليج، ادعموا، لأنه إيران تشكل خطر وبعبع كبير جدا للسيطرة على 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 بلاد الحرمين وعلى مناطق الثروات. إيران تسيطر على البلدان هذه العربية، أقنعت نفسها كما يطلعون دائما، هم يتظاهرون بغرور إننا سيطرنا. على من سيطرتم؟ ها هي بغداد تنتفض عليكم، ها هي لبنان بيروت العظمة وكل منطقة داخل بيروت اليوم المشهد العظيم ينتفض عليكم. إذن المشروع الإيراني لسؤالك يسقط اليوم تحت بندين رئيسيين، طغيان ودكتاتورية وملشنة وإجرام الجماعات والميليشيات الإيرانية، وتحت عنوان آخر وعي وعفوا إدراك الشعوب العربية إنها عفوا لابد إنها يعني عفوا تنتفض ضد هذا المشروع. إدراك الشعوب العربية واضح أيضا من خلال متابعة الجميع لثورة الشعب العراقي ضد هذا التغلغل، وضد أيضا المنظومة التي تشكلت بعد دخول الأمريكان إلى العراق وسيطرت هذه الملالي عن طريق حوزاتها على المشهد بالعراق، وعن طريق أيضا أذرعها الشباب أو الشارع المنتفض، معظمه من الشباب
بمعنى آخر معظمهم من الجيل الذي ما فوق أو قرابة 20 سنة، الذي عاش هذه الميليشيات وعرف يعني خباياها وكذبها. ما دلالة هذا الأمر؟ اولا الشيء العظيم اللي نراه طبعا في 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 الثورات هذه، وبالذات خاصه شوف لبنان، وهذه رساله ايضا اخرى. ترى اليوم انا بعمل معليش في كلماتي اسقاط الوضع انا في اليمن، بلدنا العظيم، وطننا طبعا المحتل من قبل ايران. يعني يا اخي لا علم موجود، علم لبنان، العلم الوطني العظيم علم لبنان. سقطت كل الاعلام وسقطت كل الشعارات وسقطت كل الرايات الصفراء لحزب الله، لم تظهر، لا ظهرت تقتل، ظهرت على الموتوسيكل، على الموترات وعلى الكذا، مثل بلطجة يعني عفوا ما حصل في ثورة الشباب الشعبية داخل اليمن، ظهرت لتقتل، ونفس ما حصل في العراق، ونفس ما حصل في العراق يا سيدي. لا لأنهم يتباهون دائما هم، بالمناسبة لأنه بيسأل واحد سؤال لماذا هم يتباهون بتفجير البيوت وبالإجرام كذا، لأنهم يخلقون حالة من عفوا الفزع لدى الناس ولدى مش عارف مين، أنه نحن نقتلك ونفجر بيتك ونقتل أسرتك. دلالات ترى هذا الشباب وإدراك أولا، وهذه التكنولوجيا ولها دور كبير جدا، يعني رغم ما يضخه العدو الإيراني للمنطقة من إعلام، يعني على مستوى اليمن مثلا مسيطر على أكثر من 8 قنوات تلفزيونية وأكثر من 21 إذاعة ومش عارف مين، يدش كثير جدا من أخباره ومش عارفين كذا، لكن أصبح الآن بهمسة زر الخبر يصلك وانت نايم على سريرك، ترك بالواتساب ووسائل التواصل. هذا إدراك جميل، لكن برضو العدم، يعني عفوا الجيل هذا اللي جيل 20 سنة لا عنده تعليم زي الناس، ولا عنده عفوا، أصبح أبوه والده بدون رواتب، أصبح مش عارف يعني بدون صحة، أصبح بدون كهرباء بدون مياه، أصبح يعيش حياة يعني سيئة جدا للغاية. بسبب من؟ بسبب هذه الميليشيات الإيرانية الإرهابية داخل المنطقة. لكن المشهد أيضا الأجمل والأروع اللي في لبنان، إنه حتى الأحزاب يعني رماها الشعب اللبناني، هو على صوته داخل الشارع ليقول للأحزاب بذاتها قفي معانا، قفوا. أنا عارف أن يمكن أتباع أحزاب كثير موجودين، لكن قفوا مع شعبكم وللمسؤولين، وهي رسالة لكل مسؤول أيضا في بلادنا في اليمن، عليك أن تتقي الله في هذا الشعب، ما لم الشعب يقول لك برا مع السلامة ما أريدك أنت، يعني مش يعني إذا لم توفر للناس خدمات وما إلى ذلك. نحن اليوم أمام مشهد عظيم في الثورة اللبنانية، علينا أن نستقي من هذا المشهد أنه عندنا قدرة عالية جدا. وأنا من هنا ببشر من على قناة سهيل، هناك بإذن الله سبحانه وتعالى مشهد آخر، وأقسم ووالله من هنا ومن على هذه القناة إن الدكتاتوريين والطغاة هم أجبن ما خلق الله على وجه الأرض، سيسقطون، ليس بالبندقية والمدفع، بندقية والمدفع هي ميدانهم وهي عفوا مراوغاتهم، وهم عفوا يستخدمون القتل والدمار ويعجبون بالمدافع والدبابات ومش عارف مين وكذا، لأنه الدول عادة لا تقتل مثلهم ولا ترهب الناس ولا تدمر مثل ما يدمرونهم. لكن أنا على ثقة كما أقسمت من هنا من على هذا البرنامج إن الشعب سوف يسقطهم، وإن الانتفاضة اليوم التي خرجت داخل العراق وخرجت داخل لبنان سيكون آخر منتهاها داخل اليمن، وستنتفض صنعاء وسينتفض الشعب بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون الحوثي أجبن ما خلق الله. اطمئن. نعم. طيب أستاذ أحمد، سنسترسل أيضا في الحديث معك ونكمل أيضا تسليط الضوء حول هذا الموضوع، لكن اسمح لنا أن نشرك معنا من لبنان الصحفي والمحلل السياسي محمود علوش. محمود أهلا وسهلا بك. أهلا بك، تحية لك وللشعب اللبناني الثائر في هذه الأيام الباحث عن الحرية والكرامة والعيش الرغيد. في إطار هذه الثورة الجامعة للشعب اللبناني، ما الذي يمكن توصيف الثورة به؟ ما النقاط الجامعة التي اجتمع عليها الشعب اليوم؟ تحية لك أخي محمد، وتحية أيضا لمشاهديك اليمنيين المحترمين ولكل المشاهدين ولضيفك أيضا. أهلا وسهلا. الانتفاضة اللبنانية اليوم طبعا ممكن نستخلص منها عدة دروس. أولا أهمية الوحدة الوطنية في لبنان وفي أي مجتمع وفي أي بلد عربي، لأن الوحدة الوطنية وحدها والالتفاف كل الشعب في أي دولة على اختلاف تنوعاته المذهبية والطائفية، التفافه حول الوطن وحول العلم الوطني وحول المشروع الوطني هو السبيل الوحيد لبناء دولة حقيقية، دولة مؤسسات ودولة قانون
لا دويلات طائفية ولا مشاريع طائفية عادلة للحدود ولا مشاريع تصدر للدول العربية من الخارج. الوحدة الوطنية هي الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار، الوحدة الوطنية هي وحدة الشعب وليست وحدة السياسيين. في لبنان كنا نعرف في الفترة الماضية أن الوحدة الوطنية هي وحدة بين السياسيين، بينما كانت الوحدة الوطنية بين السياسيين كانت الوحدة الحقيقية بين الشعب غير موجودة. اليوم أصبحت المعادلة مختلفة، هناك وحدة وطنية في الشارع اللبناني وهناك انقسام حتى بين الشارع والطبقة السياسية. هذا الدرس الأول. الدرس الثاني الذي يجب أن نستخلصه من الانتفاضة اللبنانية بغض النظر عن نتائجها أن نظام المحاصصات المذهبية والطائفية الذي للأسف يسود بشكل منتشر الآن في الدول العربية لا سيما الدول المتنوعة طائفيا أو بعض الدول العربية التي يراد لها أن تلبنن كما يمكن تسمية هذا الأمر، واليمن مثال وحتى سوريا مثال، أن هذه المشاريع الطائفية والمحاصصة الطائفية لا يمكن أن تنجح ولا يمكن أن تنتج دولة حقيقية. نحن في لبنان نعيش منذ سنوات طويلة مع هذا النظام المحاصصة ونظام الأصداع السياسي والطائفي، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من شبه انهيار على مستوى الدولة، انهيار اقتصادي، تفكك مجتمعي، فساد، سرقة وما إلى هنالك. فإذا هذا الأمر مهم جدا بالنسبة للدرس الذي يمكن استخلاصه من الانتفاضة اللبنانية. هناك درس آخر ومهم يجب استخلاصه أيضا من الانتفاضة اللبنانية، أن التفات الشارع في أي دولة إلى حقوقه إلى مطالبه المعيشية والاقتصادية هو السلاح الوحيد القوي الذي يمتلكه لمواجهة أي طغمة حاكمة في أي دولة عربية. عندما كان اللبنانيون يتحدثون في السياسة وفي قضايا سياسية كانوا يختلفون، وعندما وجدوا أن جميعهم يطالبون من الفقر والفساد وتأثيرات السلطة السياسية الفاسدة عليهم اجتمعوا وخرجوا إلى الميادين ليطالبوا بإسقاط النظام السياسي وليطالبوا بالكرامة والحرية. هذه أبرز الدروس التي أعتقد أن يجب على كل المجتمعات العربية أن تستفيد منها وأن تتعلم منها على الأقل لمعرفة السبيل إلى بناء دولة حقيقية، دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة عدالة اجتماعية وتنمية عادلة وشاملة، وليست دويلات سلطوية ودويلات حزبية وطائفية. نعم، الصحفي والمحلل السياسي محمود علوش كنت معنا من لبنان، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمود. وأعود إلى الأستاذ أحمد المسيبلي في إطار هذا الحديث. الشعارات الجامعة والرايات الجامعة التي كنت قد أشرت إليها، كيف استطاعت أن تذوب كل المذاهب، كل التوجهات، كل يعني حتى العقائد. لدينا في لبنان مثلا مسلمين وغير مسلمين ودروز، أيضا الكل مشارك تحت علم الوطن وراية الوطن. كيف يمكن أن يجتمع الجميع تحت راية الوطن ويكون هو الراية الوحيدة التي يجتمع حولها الناس؟ طبعا بشكر الأستاذ محمود من لبنان، بشكر كل اللبنانيين الأحرار يعني العظماء اليوم اللي يقدموا لنا دروس عظيمة جدا يعني ممكن نستفيد منها احنا في اليمن خاصة. وهو قال في كلمته هناك من يريد أن ينقل مشروع اللبننة إلى منطقة أخرى، هو يقصد اليمن طبعا اللي هي يعني بتمضي وفق الإطار. وهو أشار إلى مسألة الشعارات واختفاء الشعارات وما إلى ذلك يعني، وأشار إلى موضوع مهم كثير احنا تطرقنا له أيضا يا أخي مختار. يعني عندما الشعوب أرادت إيران، يعني هذا منهج خطير يا أخي، عندما أنت تخرج في الشارع ما تعرف من تسقط، ما تعرف من تجيب، يعني من يذهب ومن يأتي. هو أشار إلى إسقاط نظام المحاصصة. هو أتى بها بصيغة سياسية وبصيغة دبلوماسية، يعني إسقاط من يتحكم في الدولة. هناك من أراد للبنان والعراق واليمن وما إلى ذلك أن تكون في دويلات داخل الدولة. إذا أنت بتمارس هذا الجانب أنه أنت ترفع من الدويلة على الدولة، الدويلة اللي هي تابعة لإيران داخل الدولة، يعني حزب اللات داخل لبنان يتحكم في الرئاسة، يتحكم في الحكومة، يتحكم في القرار في مجلس النواب، يتحكم في الكهرباء، يتحكم في الماء، يتحكم في الصحة، في الرواتب، آخر شيء ألغاها. يعني هذا هو حزب اللات، وهذا هو الحشد الشعبي في لبنان، وهذا هو الحوثي داخل صنعاء. هذا هو المشهد. أخي الفاضل، ردا على سؤالك الكريم حول الشعارات، يا أخي جربنا احنا
الشعارات اللي شفناها في اليمن، شعار الحوثي، شعار حزب معين، شعار تسقط، تسقط امام شعار الانتقالي داخل الجنوب، شعار مش عارف مين، امام شعار الوطن. كل الشعارات سقطت امامنا لحنا وامام ابائنا، سقطت ايضا. شعار الوطن هو الباقي، وهذا بحاجه الى توعيه كبيره جدا، وبحاجه الى وطنيه اكبر، وبحاجه الى عفوا الى دوله ايضا تبسط سيطرتها وما الى ذلك. طبعا هذا يتحدث عن اليمن، لكن بشكل عام في لبنان مش عارف، هذا شيء عظيم. ثقافه اللبنانيين، ثقافه العراقيين، ان تختفي كل الشعارات ويظهر شعار الوطن، هذا لفشل كل الشعارات الاخرى. ما بالك عندنا احنا شعار الحوثي الآن الذي الآن مسيطر عليه، على شعار علم الجمهورية اليمنية وما إلى ذلك. يعني ستسقط كل الشعارات أمام توعية كبيرة جدا، أمام بسط الهيمنة الدولة، أمام خدمات الدولة، أمام وعي الدولة. لا نريد أن يصل عندنا في اليمن المشهد إلى ما وصل إليه بعد 20 سنة في العراق أو في ما إلى ذلك، برغم أنه عندنا قد وصل لما هو أكبر، قتلوا ما هو أكثر من العراق وما هو أكثر من لبنان يعني، ودمروا ما هو أكثر خلال سنوات بسيطة جدا يعني، وسيدمرون أكثر إن تركناهم يعني، وسيدمرون أكثر العقول، عقول أطفالنا وبناتنا وأجيالنا وشبابنا، وسيرفعون شبابنا وأجيالنا علم الحوثي، سيرفعونه. ولهذا لابد، وردا على سؤالك، لابد من الإسراع في عملية الحسم، ليس العسكري، حسم شعبي. لابد أن تنتفض الشوارع، وعلى الأحزاب، وأنا بقولها من على القناة، يا حزب المؤتمر الشعبي العام ويا حزب الإصلاح، يا أكبر حزبين في اليمن، اتقوا الله في الشعب اليمني، كفاية خلاص، اتفقوا يا أخي، ما في داعي لهذا الخلاف اللي موجود، بغض النظر من المسبب له، بغض النظر من المخطئ ومن بغض النظر عن المواقف العظيمة لحزب الإصلاح أو عن المواقف المتقاعسة هنا أو عنا أو هنا. يا أخي الفاضل، نحن نقول من هنا على الأحزاب السياسية في اليمن، لأنه أنا بأخذك بجرك لليمن، لأنه قلبي مع اليمن ومع لبنان ومع العراق، لكن أنا لا أريد أن نصل إلى ما وصلت إليه الآخرين. تسقط إيران في العراق، تعرف ماذا يعني؟ حتى وإن أجهضت خلاص ستسقط إيران في العراق وستسقط داخل لبنان. إذن إحنا لابد أن نعجل ونستعجل لإخراج الناس إلى الشوارع، لإخراج. سيقول واحد لا أنتم برا، مش عارف إحنا معاكم بالصفوف الأولى إعلاميا أو حتى على الأرض، سنكون في لحظة موجودين يعني، وهناك بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتم ترتيبه من أجل الناس تخرج للشوارع بإذن الله وتنتفض، وستنتفض في وجه الحوثي كما انتفضت في وجه أي حد من السابق يعني. السؤال هنا، هل الشعوب قادرة أن تتعامل مع ميليشيات طائفية مسلحة؟ أي طبعا، المشهد أمامك في العراق خرجت الشعوب دون قيادة، خرجت دون قيادة، وفي لبنان تخرج دون قيادة ودون أحزاب تخرجها. اليوم الأحزاب المسؤولين في الأحزاب يلحقون بالناس في الشوارع، مش قادرين، بيستقيلوا بيلحقون بيقول لهم إحنا ندعمكم من أعلى مستوى إلى أقل مستوى. الشعوب عظيمة، الشعوب هي التي يعول عليها، الشعوب لا يجب أن لا تخضع ولا تستعبد. على الشعوب أن تقدم كل ما بيدها، ليس من أجلنا نحن الأحياء، لا نقدم إحنا من أجل أنفسنا بل من أجل الأجيال القادمة. ولكن حقيقة وبقولها خاصة في اليمن، لابد من دعم انتفاضة في اليمن، لابد من انتفاضة ودعمها بكل الوسائل وبكل الطرق من أجل أن تحصل هذه الانتفاضة، لأنه كفاية إلى الآن خلاص. إذا كان هناك من سيناريوهات دولية تمنع أو تقف عائق أمام البندقية والمدفع أن تحسم، لن تستطيع أي سيناريوهات في العالم أن تقف أمام صوت الشعب. شاهدنا في 2 ديسمبر كيف أن الذين خرجوا في شوارع صنعاء أو في غيرها أرعبوا هذه الميليشيات بشكل لا يتصور. نعم أرعبوهم والله في 2 ديسمبر، تحية لهم 2 ديسمبر، تحية عظيمة لهم، أرعبوهم بالفعل والله، أرعبوا الحوثيين. لكن للأسف يعني ربما كان يفترض أنه يعني يأتي وراها ما وراءها يعني من أجل دعمهم وما إلى ذلك، لكن معلش تتكرر 2 ديسمبر، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه نشوف 2 ديسمبر آخر. كرر 11 فبراير إن شاء الله. 11 فبراير عظيم، و2 ديسمبر أيضا أنا بحييه، أنا بس بتفائل 2 ديسمبر القادم يعني، قد أحرك أخواننا أيضا المؤتمريين يعني أنه يكون لهم دور عظيم جدا في 2 ديسمبر القادم يعني، وقد تتحول تلك المناسبة ذكرى 2 ديسمبر إلى انتفاضة. يا أخي ما أدراك،
يضع سره ما عمت عارف وين يعني. الشعب اليمني يعول كثيرا على الانتفاضة المسلحة. نحن الآن انتقلنا من الانتفاضة السلمية مع هذه الميليشيات الحوثية إلى انتفاضة مسلحة. الشعب اليوم يقاتل هذه الميليشيات بقوة السلاح. كيف يؤثر كل واحد منهما على الآخر؟ الانتفاضة الشعبية والانتفاضة المسلحة. الشعب منتظر الآن الجيش الوطني يدخل المحافظات كما وعد ويحررها. ولو علم الشعب تقاعس أي طرف من الأطراف عن نصرته سيستخدم أسلوبه الخاص في التحرر من هذه الميليشيات. هذه الفكرة أيضاً سنبحث فيها بعد أسلوبه الخاص. أوكي تفضل. بعد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا نعود من بعده لإكمال حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الإعلامي الأستاذ أحمد المسيبلي القيادي في ثورة الشباب الشعبية السلمية ومستشار وزارة الإعلام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الإعلامي الأستاذ أحمد المسيبلي القيادي في الثورة الشبابية الشعبية السلمية. جد ترحيب بك أستاذ أحمد. قبل الفاصل أشرنا إلى أن الشعب اليمني هو في حقيقة الأمر الآن ينتظر حسما وقد طال هذا الأمر من الجيش الوطني، ويعني سيقول أيضا كلمة إذا فقد الثقة من الجميع. هذه أيضا نقطة مهمة طبعا، لأنه عنوان حلقتنا اليوم الشعوب العربية تنتفض، وأمامنا العراق أمامنا لبنان مشهد، ويعني هذا يعني عفوا نصيغه داخل ما يحصل في اليمن. يعني أمامك في لبنان الشعوب خرجت، انتظرت شيء أنه يحصل، انتظرت أنه يعي حزب اللات، انتظرت أن المسؤولين يعوا، ما وعوش. كل واحد همه نفسه، همه أسرته، همه عائلته، همه عفوا كم يحصل من أموال، كم يأخذ من رواتب، كم يوظف زوجته وابنه وما إلى ذلك هنا وهنا، كم يحاصص يمين شمال. الأحزاب تقاسمت الثروات داخل لبنان أيضا بالمثل باليمن. الشعوب لا، الشعوب إذا لم يحصل استنهاض للهمم، بسط هيمنة الدولة، إذا لم يحصل حسم أيضا سريع، الشعوب لها كلمتها. بس كلمتها بالأخير بتقول برا للجميع، كلهم تقول لهم برا، لا يستطيع أحد بعدين يقف في وجهها أبدا. والله العظيم عندما يأتي بعدين أحمد المسيبلي ولا مختار ولا عمر ولا زيد يقول لهم أنا معاكم، يقول لهم ما نريدك، ما نبغاك، ما نبغاك، خلاص تعبنا منك، تعبنا من كلامك، تعبنا. يا أخي الفاضل والله العظيم إن أنا أستحي عندما يتصل بي زميل أطلع القناة أو زميل آخر في مكان آخر نطلع القناة وهناك على الأرض نحن عفوا نتقاعس، أو نحن على الأرض للأسف كذا كذا. أبدا، لابد أن تشترك الهمام. أنت ذكرت الجانب العسكري والجانب المقاومة وكيف ممكن أن يتلائم الحشد الشعبي مع يعني عفوا أو الانتفاضات الشعبية. يا أخي الفاضل هذا الذي يفترض. البندقية ليست كافية، والمدفع ليس كافي، والأحزاب السياسية إن كانت أيضا متواجدة في الجبهات، ونحن بنعرف أن كل قواعد أو كثير جدا يعني عفوا من الجيش الوطني العظيم الآن يقدم درس عظيم جدا داخل اليمن، بجد يعني أنه قادر على الحسم، لكن نحن بحاجة إلى أن الأحزاب قواعدها وأتباعها والمستقلون، وليسوا قليل المستقلون اللي نحييهم كثير جدا على دورهم العظيم داخل ثورة فبراير، أنه اليوم لابد من تعبئة، لابد من تعبئة. يا أخي نريد أن نرى فلاشات في القنوات، ليست قناة سهيل فقط، كل القنوات اليمنية وما إلى ذلك، يعني أن نرى فلاشات قوية جدا تدعم الثورات في لبنان وفي العراق ضد من وبعنوان كبير جدا. نريد فلاشات نراها. الشعوب العربية تنتفض ضد المشاريع الإيرانية وميليشيات الإرهابية. هذا هو الذي يخاف منه الحوثيين، لا يخاف من المدفع والدبابة، لا يخاف من طلقة الرصاص، يخافون من هذا، يخافون من الشعوب تخرج في الشوارع، يخافون من كذا فلاشات تسقطهم أمام الشعوب، لأنهم للأسف الشديد قد سقطوا قبل، فقط مجرد من 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 يخرج ويقول لا وتكون هناك القوة. يا أخي القوة من الله سبحانه وتعالى، بس استنهاض الهمم مهم من الإعلاميين، من الأحزاب، من القيادات، من الرئاسة. الرئيس اليوم ليس رئيس جمهورية فقط عبد الرب منصور هادي، رئيس أيضا هو قائد ثورة، ثورة تغيير في اليمن عبد الرب منصور هادي، قائد اليمن الجديد الاتحادي، عليه أن يدافع على مشروعه، عليه أن يخرج ويقول كلمة عظيمة جدا للشعب. سينتفض الشعب اليمني، سينتفض البندقية والمدفع ستحمي ذلك الشعب الذي سينتفض. لا لم تأتي لتقتل بندقية الجيش الوطني، لم تأتي لتقتل، لتدافع
عن اليمن وعن حياض اليمن وعن الشعب. ولهذا يا أخي الفاضل أنا متفائل والله العظيم، خلقوا عندي تفاؤل عظيم جدا في العراق في لبنان. تحية عظيمة لكم يا أهلنا في العراق، تحية عظيمة لكم يا أهلنا في لبنان، الشعب العظيم الذي يسيء إليه ناس كثير جدا بصور. هذا هو المجتمع اللبناني، بغض النظر أن ترى صور معينة هنا أو هناك، لكن هناك من يركعون على الأرض ومن يسجدون لله سبحانه وتعالى ومن يقدمون أرواحهم فداء. فتحية عظيمة لكل الشعب اللبناني بأطيافه وبكل أنواعه اللي نراها يعني. وتحية عظيمة للأمانة، للمرأة، المرأة العظيمة داخل لبنان، المرأة العظيمة داخل العراق، المرأة العظيمة داخل اليمن، اللي تقدم دروس عظيمة جدا، والله دروس عظيمة. وأنا على ثقة كبيرة جدا أيضا هناك درس عظيم سيأتي للحوثيين داخل صنعاء، ستخرج المرأة وسيخرج الرجل والطفل والشيبة وسيرمون بهم إلى مزبلة التاريخ. يحاولون أن يحتكروا المشهد الشعبي في المناطق التي يسيطرون عليها، فقط هم من يحشدون، فقط هم من يجمعون أنصارهم ويتنقلون بهم من مكان إلى آخر، ويظهرون سواء بالمناسبات الدينية أو المناسبات السياسية التي يريدونها. لا يسمحون بتجمعات حتى في الرابع عشر، حتى في السادس والعشرين من سبتمبر. سهل. مبادرة شبابية شاهدناها، خرجت مجموعة من الشباب والشابات عادي إلى الشوارع، عادي خرجوا بتلك الصورة، فكان هناك رعب كبير وإحاطة من كل الجوانب. يعني طبعا الطغاة يرتعبون، الطغاة يرتعبون من الأطفال، من الأطفال يرتعبون. أخي الفاضل، هذا المشهد تكلم عليه في بلدنا الحبيب، وطننا العظيم المكلوم المظلوم، اليوم المحتل عاصمته من قبل إيران، بكل قوته بكل إمكاناته المادية وماكينته العسكرية، إيران تسيطر على الشوارع داخل بيروت. ها هو اليوم من هو الشعب هذا اللي خرج داخل بيروت داخل لبنان؟ كأنه العادي وجد شخص داخل البيوت موجود في الشوارع يقول لحزب الله لا لا، تحت شعار يسقط النظام. ما هو النظام الذي سيسقط داخل لبنان؟ رفيق الحريري؟ مشي العون؟ لا، الشعب وقال وقالت النساء والرجال، نريد أن يسقط المتحكم، العمائم السوداء، الحوزات، الظلمة، الطغاة، الإيرانيون. إيران ما دخلت بلدا إلا ودمرت، إيران ما دخلت بلدا إلا وفجرت، إيران ما دخلت بلدا إلا وطغت فيه وأفسدت. وعلى إخواننا الحوثيين، وأنا بقول إخواننا لأنهم يمنيين يعني، وعلى إخواننا الحوثيين أن يتقوا الله في الشعب اليمني وأن لا يوصلون إلى هذا المشهد. قد أوصلون إلى ما هو أكبر، قتال ودمار وحرب، لكن كفاية، نحن أهل بلد واحدة وأخوة ونتعايش مع بعضنا. ولكن عليهم أن يطردوا إيران من أن يتركوا هذا المشروع الذي يحملوه. مشروع إيران ليس مشروع العرب، ليس مشروع العرب. الأرض تتكلم عربي يا أخي مختار، غير كذا ما في. ولهذا أنا على ثقة كبيرة جدا، وأنت تحكي على أنهم هم متحكمون، عادي حزب الله متحكم في الشارع اللبناني أكثر من 20 سنة، متحكم في الشارع اللبناني، اليوم يخرج الشارع اللبناني ضده، سيفشلون. الحوزات نوع آخر إيراني للتحكم في الأوطان العربية، وانتشرت يعني توزعت بشكل كبير في داخل العراق. اليوم من أبرز الشعارات التي ترفع في داخل شوارع بغداد وغيرها من المحافظات العراقية بسقوط، ينادون بسقوط الحوزات. ما الذي بيت الشر، ما الذي جعل الشعوب وخصوصا مثل الشعب العراقي يهتف بسقوط هذه الحوزات أصلا، وخصوصا الشعب العراقي؟ أنت تقولها كذا وخصوصا الشعب العراقي، لم يرى منها شيء، أرى منها الشر، رأى منها القتل، رأى منها الدمار، رأى منها التجويع، رأى منها الطغيان، رأى منها الدمار داخل بلده. أنت تشوف بلدك تتدمر زي ما الآن أنا أنت أي واحد يشوف بلدنا تتدمر. ليش تتدمر بلدنا؟ لماذا أيها الحوثي أيها الميليشيات الإيرانية تدمرون بلدنا؟ لماذا؟ ما هو الهدف؟ تريدين أن تحكمون؟ لماذا لم تحكموا؟ وهذا السؤال سألني واحد في قناة أخرى، هل الحوثيين يريدون أن يحكموا؟ قلت له لا، ما يريدوا يحكموا، لأنهم لو أرادوا أن يحكموا كان بيدهم أن يحكموا، وهم في المطار كانوا يستطيعون أن يدخلوا وأن يدخلوا في أقرب انتخابات ويسيطروا على البلد وبدون طلقة رصاص بحكم ما حملوا من جانب شغل سياسي، وينتصرون يحكمون عادي جدا. إيش المشكلة؟ هم لا يريدون أن يحكمون، هم لديهم مشروع إيران، ومشروع إيران لا ينتهي في اليمن، لا ينتهي في اليمن. يريدون أن يذهبوا بهذا المشروع إلى ما يخططون إليه في المملكة العربية السعودية أو غيرها. مشروع إيران هو ما تحمله الميليشيات، لا يهمها الشعب اليمني، ولا يهمها رواتب الشعب اليمني، ولا يهمها الشعب اليمني يموت من الجوع،
ولا يهمها الشعب اليمني بدون كهرباء بدون بترول، ما يهمهاش هذا كله. الآن كل اللي يأتي هذا عبر المنظمات وعبر الدولة اليمنية وعبر ما عبر كذا، هم لا يدون شيء، هم ينهبون ويسرقون فقط يعني. طيب اذا هذا هو المشهد اللي كان في لبنان واليوم او في العراق، في العراق وعفوا المشهد العشرين سنة او اكثر من عشرين سنة وينتفض عليه. اذا احنا اليمنيين عفوا اذا هؤلاء انتفضوا بعد عشرين سنة نحن ننتظر عشرين سنة يعني؟ الشعب اليمني منتفض الآن بسلاحه ضد هذه الميليشيات. اسمح لنا أن نشرك معنا في هذا الحوار أيضا من العراق الصحفي والمحلل السياسي مصطفى كمال. مصطفى أهلا وسهلا بك. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مصطفى كامل، نعم تصحيح للاسم. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى. نتحدث اليوم ونسلط الضوء عن انتفاضة الشعب العراقي وانتفاضة الشعب اللبناني وأيضا الشعب اليمني وانتفاضته المسلحة ضد الميليشيات الحوثية التابعة لإيران. فيما يتعلق بانتفاضة الشعب العراقي، كيف تجاوز الشعب كل الميليشيات التي كانت تقف أمامه وخرج بذلك التجمع الكبير والصفوف الموحدة والراية أيضا الجامعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الأمر المهم واللافت في هذه المظاهرات أو الانتفاضة الشعبية التي عمت أرجاء مهمة من العراق خلال الأيام القليلة الماضية أنها لم ترفع شعارا حزبيا ولم ترفع راية حزبية ولم تتصدرها أي من العمائم التي كانت تركب الموجات أو موجات الانتفاضات السابقة. هذه انتفاضة شعبية حقيقية ضد النظام الفاسد العميل الذي جاء به غزو واحتلال العراق، هذا النظام الذي ارتهن هذا البلد العظيم العراق الذي كان بوابة يحمي أمته من خطر المشروع الفارسي الذي يتهددها، بات هذا النظام رهينة بالكامل، ارتهن العراق وشعبه ومقدراته لهذا المشروع الخطير الذي يهدد الأمة كلها. ومن هنا جاءت هذه الانتفاضة لتتوجه إلى الأحزاب العميلة الحاكمة أو المتحكمة بالعراق في الحقيقة وإلى أركانها وإلى ميليشياتها، ولتهتف بصوت واضح وبخطاب واضح ضد النظام الإيراني الذي يحتل العراق بشكل كامل كما تعرفون ويعرف الجميع. ويعني تم تمزيق صور ورموز هذا النظام الفارسي المجرم الذي يهدد الأمة كلها كما يعني يعرف الجميع. نعم. طيب سؤال آخر فيما يتعلق بتجاوز الانتفاضة الشعبية في العراق الميليشيات. نحن نعرف أن العراق أصبح مليئا بالميليشيات التي لا تجمعها إلا العمالة لإيران، فيعني كيف تجاوز هذا التحدي، وخصوصا أن ودور هذه الميليشيات في محاولات إخماد وقتل المتظاهرين؟ رأى العالم أجمع كيف تصدى هذا النظام وميليشياته. والحقيقة هو لا يوجد فرق بين الميليشيات وبين القوات الأمنية والعسكرية، لأن حتى القوات الأمنية والعسكرية الحكومية هي حاصل جمع لهذه الميليشيات الإرهابية التي قاتلت ضد العراقيين منذ الثمانينات في القرن الماضي. وبالتالي هذه الميليشيات والقوات الحكومية كلها معا تصدوا بالنار وبالإطلاق النار الرصاص الحي لصدور التي وجهوها يعني الذي وجهوه لصدور المواطنين بشكل مباشر. هؤلاء الشباب الذين تصدوا بصدور عارية لهذه الإطلاقات الآثمة، هؤلاء هم من تصدى للميليشيات ولإرهابها، وكان يعني إصرار العراقيين على الاستمرار لعدة أيام، وهم يعدون الآن بمواجهة جديدة خلال اليومين بعد يومين أو ثلاثة بالأحرى. يعني هذا كله من إرادة العراقيين، لأن العراقيين الآن بعد 16 سنة وخصوصا يعني أبناء جنوب العراق ويعني من ينتمون إلى المذهب الشيعي تحديدا، اكتشفوا يعني أن لا فائدة من الإجراءات والوعود التي
تتحدث بها هذه السلطة وعبر أدواتها. هناك انتفاضات سابقة كانت في العراق على مدى السنوات السبعة والثمان الماضية، ولكنها أخمدت أو تم تخدير المواطنين من خلال جملة من الوعود الزائفة. الآن العراقيين يعني اتضح لهم بشكل كامل أن هذه الوعود زائفة وأن هذه الميليشيات قاتلة. الآن يعني أصبح القتل في مرأة أمام مرأة العالم كله، العالم كله رأى هذه الميليشيات كيف تقتل وكيف تجرم بحق الشعب العراقي. نعم. الإصرار هو إصرار الشعب هو الذي أدى إلى تجاوز هذه الميليشيات وإرهابها وعدم الخضوع لها، وقدم دون ذلك عشرات الشهداء وآلاف الجرحى. إذن إصرار الشعب هو السر في تجاوز كل هذه العقبات والميليشيات. المحلل السياسي العراقي الصحفي مصطفى كامل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى. وأعود إلى الأستاذ أحمد، هذا الإصرار الشعبي على تجاوز هذه الميليشيات كيف يمكن تعزيزه هذا يعني في بداية الأمر، وإلى أي مدى الحكومات في العراق وفي لبنان حاولت تمتص أو تتجاوب مع مطالب الشارع؟ شكرا للأستاذ مصطفى من العراق، شكرا وتحية عظيمة جدا لأهلنا في العراق وللثوار الأحرار داخل العراق، والموت طبعا للميليشيات الدكتاتورية الإيرانية في المنطقة العربية. عزيزي، أولا حقيقة يعني بس هو عرج على 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 موضوع الإصرار، لأنك سألت يعني كيف يعني هذه الشعب، يعني هناك ميليشيات كثيرة جدا، الإصرار بعد إيش قال هو؟ قال بعد أن اتضح للشعب العراقي أن هؤلاء كذا كذا، لأنهم دخلوا كمنقذين سواء في لبنان أو سواء في أنهم منقذين. عندنا نفس المشهد، دخل الحوثي الشعوب في لبنان أو الشعوب كذا أدركت بعد 20 سنة، إحنا من أول يوم. ليه؟ لأن الحوثي يقتلنا من أول يوم، الحوثي ينهبنا من أول يوم، إيران تسرقنا من أول يوم، إيران سرقت رواتبنا من أول يوم، قتلتنا من أول يوم عبر الحوثيين، دمرت بلدنا من أول يوم. شعبنا اليمني مدرك ذلك من أول لحظة. صحيح في لحظة ما أراد الحوثيون أن يضحكون على الشعب اليمني، لكن سرعان ما الشعب اليمني، وهنا أنا آتي لكلمتك اللي قلتها ردا على حديثي، أن الشعب ينتفض أمامها بقوة السلاح. نعم هو ينتفض بقوة السلاح، لكن نحن أيضا نوجه الصوت إلى كل الناس أن ينتفضوا، لا خوف ولا رعب، مهما قيل أن فلان هرب، فلان هرب لظروف معينة، لكن كلنا سنعود بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا بد من انتفاضة وهي قريبة بإذن الله. لكن ما أكد الأستاذ مصطفى من داخل العراق يعطي أمل كبير جدا ودفعة عظيمة جدا، أنه لا بد للشعوب أن تستنهض وتقدم الشهداء، وعندنا في اليمن يقدم الشهداء كل يوم من أجل إسقاط ذلك المشروع الإيراني، وسيسقط بإذن الله سبحانه وتعالى وقريبا. ولكن الصورة اللي نراها في العراق وفي لبنان صورة تجاوزت كل الأعلام، صورة تجاوزت كل الشعارات، صورة تجاوزت كل الأحزاب، صورة تجاوزت كل المسؤولين، صورة تجاوزت الورقة التصحيحية حق رئيس الوزراء رفيق الحريري، صورة تجاوزت رئيس الميشيل عون وورقته اللي يخطط لها. يا أخي الفاضل، لماذا تجاوزت كل هذا؟ لأنه لا يوجد نظام أنت تسقطه. هذا ما تخطط له إيران، إنها تسيطر على البلدان بميليشياتها القمعية في كل مكان، وتترك الشعوب حتى لو خرجت، مش لو خرجت تطالب بمن؟ بسقاطنا، جيبوا له رئيس وزراء، جيبوا له رئيس جمهورية حتى، مش مشكلة، أهم شيء أنتم تحكموا سيطروا كل شيء. وفي لبنان الأكثر دهاء وفي العراق سيطروا على البرلمان، وهذا ما خطط له الحوثيون في اليمن ولم يستطيعوا حتى الآن، لأنه لم تأتي أي انتخابات حتى نقول ذلك يعني. ولهذا اختفت كل تلك الأعلام وتلك الشعارات والأحزاب، وتجاوز الشعوب هذا. لماذا تجاوزت؟ لأنها وعيت، والمسؤول إذا كذب الشعب ما يرحمه. فأنا بقدم نصيحة لكل مسؤول في الشرعية، كل مسؤول في حكومتنا، أنه كفاية، ما نريد كذب على الناس، ما نريد تقصير على الناس، نريد جدية ونريد رقابة ونريد عقاب. ولهذا يعني للأمانة يعني اتقاء الله في الشعوب هذا هو أول ركن
من الأركان التي يؤمن بها المسؤول يفترض يعني، وليس استغلاله، وهو اليوم لا قيمة في لبنان لأي مسؤول، لا قيمة. العراق سهل، أنا متأكد 100% أنها ستستنهض أكثر وستطرد بإذن الله إيران من داخل العراق ومن داخل بيروت ولبنان وقريبا من اليمن إن شاء الله. وتبقى الشعوب حية مهما حاول المستبدون أن يغيروا من هويتها أو يعبثوا بالجيل الصاعد فيها، إلا أن هذه الانتفاضات أبهرت وأدهشت الجميع. لبنان عشرات السنوات ترزح تحت الفكر والإعلام والضغط الإيراني، هذا مهم، هذا كان مفروض أن نحكي فيه يعني على مدى دقيقة واحدة. لا أنا قصدي على مدى ما المناهج والتعليم وضخ حزب الله وإيران ضخت داخل لبنان في الأخير الحمد لله، وكذلك في العراق بالعراق بشكل أكبر، وأيضا باليمن يضخون الآن ما هو أكبر ويدفعون رواتب، شلوا الرواتب من المدرسين اللي في التربية والتعليم وراحوا يدفعوها لأصحابهم علشان يوعوا الناس أنهم هم الأفضل وهم أصحاب المشاريع اللي مش عارف، لكن سيسقطون وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ بإذن الله. شكرا جزيلا لك الإعلامي الأستاذ أحمد. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لضيفي أيضا الذين شاركنا هذا الحوار من كل من لبنان والعراق. التحية موصولة لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.